اسمى لايف صوت الجهاد. نحكيو فيه اليوم على المسرح، نحكيو على مهرجان عريق في دورته 22، مهرجان عمر خلفت، مهرجان تطاوين للمسرح. سعيدة جدا باستقبال اليوم معايا زوز ضيوف. على يميني مدير هذا المهرجان سي علي قياد. مرحبا قياد، عايشك هكاك علي قياد. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك، شرفنا اليوم. سي فوزي النلوتي وهو المنسق العام للمهرجان، صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بيك. مرحبا بيكم. نحكيو على مهرجان عريق كما قلت، مهرجان من دورته 21 خذ اشعاع دولي اشعاع اقليمي، مهرجان مهم. نحكيو على برنامج الثري، تفاصيله بعد شوية نحكيه فيها، لكن خلينا نحكيه على الاختلاف والتطور في المهرجان. البداية بشكون معك سي علي. المهرجان عمر خلفت كان مهرجان وطني، لأن السنة الثانية باش يكون في صبغته الدولية، وبدينا بقوة. تقريبا ثم 8 دول مشاركة لولا الإعانات المحتشمة بالطبيعة والتوجهات ربما بالنسبة للوزارة، بالنسبة للمندوبية، عدم الاهتمام الكبير بصراحة بمهرجان في ثقل عمر خلفة 22. هذه نحكيه الإشكاليات والتمويل نحكيه فيها من بعد المشاركة المهمة في الدورة هذه. نمشي معك سي فوزي، دونك حبيت نحكيه على التطور نوعا ما. خلينا نحكيه على البدايات الآن معك سي فوزي. نرجع لك سي فوزي اليوم. سالي سي فوزي، نقعد معك انت سالي كمان. مرحبا بكم زوز. نحكيو على مسرح حكايه قديمه في تطاوين، متجذره في تطاوين، وتطور المسرح هذا. البدايه كيفاش كانت؟ البدايات الصعيبه المحتشمه الى ان وصلنا اليوم للدوره 22. المسرح انطلق في تطاوين من فتره الاستعمار، كانوا قبل الحماله كانوا يعملوا في يسموه في الفندق، وين يتلاقوا العائلات كل القبائل كلها، ويقدموا جملة من المسرحيات اللي كانوا يمسوا فيها المستعمر، الضغط متاع اللي عمل عليهم. وانطلعنا شيوخ كانوا هم الأساس على، وكانت تعمل في الرحبة متاع رحبة السوق، رحبة الغنم، كان يتعمل ركح بالبادن متاع البترول هذوكا والمادري، ويقدموا فيه جملة من المسرحيات. وكانت حتى في سهرة العروسات، وإلى حد الآن معناها في سهرة العروسات ثم ناس كبار يقدم مسرحية على الفلاحة، على علاقة الأب بالابن، على في الزواج، في الفلاحة، في إلى غير ذلك، في الهجرة، لأنه موضوع الهجرة مطروح ياسر. ثم 40 راقص، ثم راقصة، ثم حمد جريدي، ثم نحكي على البدايات وقتها. بدايات أكيد نتذكر أنا في الثمانينات كان حمد جريدي في المجنون رقم 7، في ران الدموس إلى غير ذلك، وكانوا مسرحيات رائعة، وكان ثم نوع من التقاليد. التقاليد هذه امتدت إلى مجموعة صغيرة إلى حد الآن، لأنه ما هناش تواصل. إذا كان ثم تواصل كان تطاوين تكون حوض مسرحي مع 5 فرق مسرحية، تقريبا يجي 3 مهرجانات مسرحية، ومهرجان عمر خلفت هو المهرجان الدولي الوحيد في العمق بعد أيام قرطاج المسرحية. معناها معناها الاهتمام به، واهتمام بعمر خلفت كشخصية القادسية، اللي يقول عمر خلفت يقول من المؤسسين بتاع المسرح، من الناس اللي قدموا إلى تونس الكثير في المجال هذايا. وهك علاش ان شاء الله نكونوا نوفقنا، ولا نوفقنا ربي في اخذ المشعل عليه. باهي، قبل ما نحكيو معك سي فوزي، فوالا نمشيو لسي فوزي المنسق العام. مرحبا بك. التنسيق يظهر لي صعيب شويه، دونك باش تقوموا من عامناه ولسناه بدوره كما هذه استثنائيه، كيفاش كانت العمليه؟ صحيح، شكرا ليك. هو صعيب على خاطر كي نشوف قامه كيما خويا علي قياد، فنان كبير وممثل في تطاوين، سي نورمال باش تصعب عليه المأمورية كشاب. الحقيقة معناها حاولنا بكل معناها، ما ادخرنا حتى جهد باش ننجحوا الدورة هذه. كانت عندنا كانت حب نحكوا شوية على البرنامج مهرجان عمر خلفت الدول المسرح بتطاوين. معناها عندنا ندوات مغاربية ووطنية، كذلك عندنا عروض دولية موجود، كذلك أعمال مسرحية، وهذا تو يحكينا عليه أكثر سعالي قياد بحكم هو فنان وممثل مسرحي. رجعنا المسابقة لجمعيات الهواة في المسرحية، كذلك عدنا ثم ورشات موجودة، والورشات كذلك عروض خيمة مسرح الطفل اللي هي بيبينيير إن شاء الله باش تكون لمهرجان دولي لمسرح الطفل، خلي تكون نسمة عندها السبق الصحفي من المنبر هذا نسمة نقوله اللي تطاوين إن شاء الله باش
باش يكون فيها مهرجان دولي لمسرح الطفل بحكم زاد اختصاصي انا كرئيس مصلحه الطفوله بولايه تطاوين. هذا كمهنتي. اوكي وجدتكم ويتا مع العطله كمان. فوالا توا بدينا ناسسوا البيبينير هذه من خلال المهرجان الدولي عمر خلف للمسرح. نحاولوا نسقوا الجهود الكل الورشات الكل نخدموا اون باراليل الناس الكل ثم سانكرونيزاسيون ثم سي علي كمدير دوره صناعة عطى فرصه كبيره ياسر شباب تطاوين شباب الكامور وشباب الرخله ولا الرخله احنا تو في المسرح الرخله في الثقافه تعرف اللي تطاوين هي منطقه حدوديه نعانوا من التهريب ونعانوا من الارهاب ونعانوا زاد من الهجره الغير شرعيه واحنا عدنا في تطاوين وشبابها وبقياده اخونا علي قياد وجمعيه المسرح مهرجان دول عمر خلفت عدنا امل اللي من خلال الثقافه نحاربوا هالمشاكل هذه اللي يعانيها الشباب ومن خلال خاصه المسرح اللي الهدف نتاعنا هو تاطير الشباب ونخلي الكلمه لخويا علي قياد باش يعطينا اكثر البرنامج نعطوها سكوب ما بان نقاوموا في الارهاب باش نعملوا تظاهره داخل مهرجان عمر خلفت اسمها الكامور الثقافي والندوه العربيه اللي باش تقام باش يأطرها الفنان رؤوف بن يغلان وفي الختام باش يكون عرض الختام هذا سكوب النسمه باش يكون عرض ارهابي غربوع لرؤوف بن يغلان وان شاء الله خرج الشباب التطاوين كل المثقف نحن ضد الارهاب وهك علاش مهرجان زوز مهرجانات في مهرجان خيمه كبيره تتكلف تقريبا ب 20,000 دينار لعروض الاطفال يوميا من 10 نص نهار خصصنا زوز حافلات الى المناطق النائيه باش نجيبوا الوليدات يتفرجوا يوميا ورشه بالتنسيق والتعاون مع مركز فنون الدرامية والروكية بالقروان باش يكلف زوز أستاذة يعملوا ورشة المسرح الطفل العشية عمل لها الخيمة هذيك الإضاءة مشكورين عندهم عرض الافتتاح الصابرات أيضا هنالك أربع عروض دولية حبيناهم ثمانية لكن للأسف ب 25,000 دينار كإعانة من مستحيل في منطقة احنا الشخص اللي ينزل في مطار قرطاج تعرف الوفود كلها طابت في مطار تونس قرطاج لازمنا نخصصوا لها حافلة لوجيستيك معناها صعب جدا 500 كيلومتر قداش بربي ميزانية المهرجان ميزانية الآن قرابة 40,000 دينار معناه ما يجوش حق الحافلات في هذا الكل في هذا كله في هذا كله يعطيكم الصحة. خلينا نحكيو على المسابقة حاجة هامة باش تشجعوا الهواة. أنا قدم البرنامج علاش اقتصرت على خمس تقريبا جمعيات هويت مثلا مش اكثر في شفت اختي قلنا لك راهو عملنا خيمه المسرح الطفل باش نخرجوا جميع العروض نتاع الاطفال لبرا هيك علاش اضطرينا لانه ثم قاعه يتيمه في ايام في مهرجان عمر خلفت العشيه ثم الساعه الثالثه ينطلقوا خمسه عروض لانه ما عندناش توقيت النهار الاول 25 هو الافتتاح والهلمه هذيك ثم النهار الثاني يدخلوا فيه المسابقه الهوات على مدى خمسه ايام خمسه عروض هوات في الليل ثم العروض الدولية والعروض التونسية المحترفة بالطبيعة الصباح عروض الأطفال وحدها معناها هذه تعتبر ثورة في حد ذاتها على مستوى التفكير وعلى مستوى لا هو ثم ذكاء في التوقيت العروض الصباح للصغيرات ومن بعد كان نمشيوا للمسرح الجمعيات الهوات ومن بعد العروض الدولية تخليوها في الفترة الفترة المسائية إضافة إلى عربة الدماء اللي باش تدور في معتمديات ولاية تطاوين تعرف اللي احنا التو ما عندناش دور ثقافة معناها مجهزة في المعتمديات اللي هما سبع معتمديات في ولاية تطاوين مهرجان عمر خلفت فكر وخمم في الصغيرات هذوما اللي ما يلزمناش نحرموهم من المسرح كيما ذهيبه اللي هي منطقه حدوديه كيما رماده كيما غمراسن كيما السمار كيما البير الاحمر ثم عربه دوما تتنقل لهم هذا مع بالشراكه مع المسرح الوطني كسي علي فوالا مع سي حسن السلامي باش تدور العربه هذه معناها ان شاء الله باش يكون في نوادي الاطفال معناها ومركبات الطفوله في ولايه تطاوين اللي تلمس صغيرات الكل وتكون العربه هذه معناها فرصه للصغير باش يتفرج على المسرح جديد المسابقه هذه الجديد المسابقه برشة سكوب ايضا اليوم. ايضا زوز ورشات دوليه ورشه المسرح الرياضي والارتجال للسيادي ديار العمري اللي خلط في جربه في مطار جربه على حسابه بشوف الناس ضحي الان هو في المركب الثقافي بتطاوين ياثر فيه تقريبا 20 وليد فهمت له باش يعملوا عرض افتتاحي نتاع ربع ساعه الورشه الثانيه للاستاذه حكيمه جليلي من الجزائر في القيافه في السينما والمسرح تنطلق نهار 23 ان شاء الله وهذه باش تعمل خرجات للممثلين فيها المكياج الديكور الكرتوش الجروح الى غير ذلك معناها ثم برشا حاجات ورشة أخرى نحكيو على مركز المسرح الطفل نحكيو على القروان صحيح نمشي للعروض الدولية ثم عروض هامة عراق ليبيا الجزائر السودان مصر المغرب والسودان أيضا حاضرة بعرض آخر
بالنسبة للسودان اكتفينا بعرض كل وفد باش يجينا من الخارج راهو تكلفته من 5000 الى 7000 دينار. هذه قدمي انا خاطر جذع المنار وروحك. ثم بعض عروض الغيناها نظرا للامكانيات المادية، نكون واضحين معنا ما نجموش. عملنا 4 عروض دولية، خلينا هاجين من العراق أكوردي يعرضوا نهار 27، عندنا الميت حي من ليبيا. نظرا لعلاقة الجوار لازم يكونوا الليبيين معنا، لظروفهم زاد كيف وضعيتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك. ثم عندنا عرض جذع النار، علاش اخترنا عرض جذع النار؟ لأنه عرض يتعرض في القاعة، وأيضا ما نسيناش الساحات، هنالك ساحة الشعب وساحة الفنون باش يتم فيها عروض في الخارج تحت ليزومبول متاعين الشارع، فهمت ولا؟ خلي تفرجوا على عروض جديدة. أيضا عرض حفل اعتزال هو عرض جزائري بوتكالين باش يعرض في السان وأيضا باش يعرض في الشارع. هذه الميزة أنه نلعبنا عرض نستعملوه صحيح، تستعملوه لزوز زوز عروض، معنا عرض في القاعة وعرض في الشارع. هذا برنامج هذا خلينا نحكيه على الإشكاليات بميزانية 40000 دينار. علاش أخرتوا في الدوسي؟ نعرف خاطر الدعم ديما قد ما يقرب آخر العام الميزانية ما يقعدش فيها برشا على ذاك ما أكيد، لكن معناها بالنسبة استراتيجيات العمل الوزارة وإلا مندوبية يعرف أنه عنده زوز مهرجانات مثل مندوب التطوين، يعرف أنه عنده زوز محطات ثقافية كبرى دولية، مهرجان عمر خلفت ومهرجان دول القصور الصحراوية، هذو ما يخصلهم ميزانيتهم ونتصل وسيلة الاتصال مقطوعة، ما هناش ولا جلسة على خط المهرجان، معناها شيء متعب فعلا. والوزارة نقدموا لها المشروع، أو نعطيك حاجة بالنسبة للوزارة، أعطيناهم الندوة الوطنية لرؤساء مراكز الفنون الدرامية وعلاقتها بمديري المهرجانات، لا إجابة، مش أني باش نستدعيهم رؤساء مراكز الفنون الدرامية والركحية. بالنسبة للإعلانات يجيك يقول لك هم 10000، إيش يعملوا 10000 دينار؟ حق وفد باش يقيم وتجيبها من واحد وإيه والعروض الأخرى، العروض، علاش ما صارتش حتى عرض من في الجهات؟ علاش تحرم فيها الجهات؟ علاش دور الثقافة مش حاضرة؟ كورون تريفازي ماهناش، لي بلافون تكنيك ماهناش، هذا كله يلزم تخطيط. هذوما جلسنا على خطرهم، وفي الولاية الوحيد مشكور اللي مد لنا يد المساعدة هو والي تطويني، هو أول مرة يقدم لنا إعانة مادية ومعنوية وعلى جميع المستويات. نقولوا للمحسن أحسنت وللمسياسات، الشخص المقصر في العمل نتاعه وفي أدائه في واحد نقولوا ولا، هذا مهرجان الناس كلها، مش مهرجان القياد ولا فوزي النالوتي ولا مهرجان نسمة ولا، هذا مهرجان تونس كاملة. ثم صورة دول جاية باش تفرج، معناها لازمنا تحضيرات كبيرة. قدمنا المشروع نتاعنا أكثر من 3 شهور، معناها المفروض أن يكون حاضر، وأنت في استراتيجيتك في استراتيجية مندوبية المفروض يكون حاضر أنه عندك مهرجان باش تقدم له يد المساعدة، سواء كانت مادية سواء كان في اتباع إلى غير ذلك. واضح، لأن الوقت يخسر أي طب. هي عتاب ولمسة وفاء نحبوها بالنسبة للدكتور محمد زين العابدين وزير الثقافة، 25000 دينار، على أي أساس تقدم 25؟ أين التمييز الإيجابي؟ أين إعانة الجهات؟ 25000 دينار هي الجائزة الأولى في أيام قرطاج المسرحية، هذه من المبكيات المضحكات. 70000 دينار جوائز أيام قرطاج، ما نعدلش أنا ما نعملش كافة معادلة، أما تبقى أين التمييز الإيجابي؟ إحنا في جهة محرومة، الذهاب على مرمى حجر. وصلت لك صوتك 30 ثانية، الوقت ما بقاش سي فوزي. خلينا نحكيو على التنسيق، لأنه أنتم تنسقوا حتى مع معهد الصحافة والمعهد العالي للفن المسرحي. في 30 ثانية سنة إن شاء الله باش يكونوا بحذانا معنا الطلبة من معهد الصحافة ومعهد الليزات المعهد المسرح، وإن شاء الله باش يكونوا بحذانا في تطوين باش يأمنون الورشات ويعملوا الاستاج متاحهم في تطوين. مرحبا بالناس الكل، هذه دعوة لشباب تونس، المثقفي تونس، لمسرحي تونس، باش يكونوا بحذانا في تطوين إن شاء الله من 25-30 ديسمبر. كما تعرفوا تطوين هي أرض العطاء، هي أرض الكرم، وإن شاء الله المسرح يكون معناها بوابة حرية وبوابة سلام ديما موجودة. خدمنا بدون حتى عام، مرحبا بكم. شكرا يعيشك سي فوزي سي علي، وإن شاء الله في الميزانية القادمة يعطي الاهتمام لمهرجان عمر خلفت في تطاوين، وأنا نعودكم باش نكونوا حاضرين في التغطية. شكرا لك، شكرا لك سي علي. سي فتحي نمشي تسويت للأخ.